حتى بعد ما جبنا السلم فخر ما عرفش يطلع. جسمه غريب سبحان الله. تبصي له تقول الحمد لله ربنا ربنا ما خلقنيش كده. يا جماعة في خبر وحش. ايه؟ احنا اتهرشنا والحكم هيتغير. يا نهار اسود، احنا كده عمرنا ما هنكسب. معاك حق يا ريتاش، احنا فعلا عمرنا ما هنكسب، احنا فعلا مستحيل نكسب، مستحيل نكسب بفريق المسوخ ده، فريق مكون من اتنين رجاله لابسين ستات، طفله حقنه زنانه انا بكرهها بشكل شخصي، سيده حامل، فتاه ليل، غير الاتوبيس اللي مستني حكم الاعدام، والحاجه سمر. الحاجه سمر الله يرحمها اللي ربنا افتكرها من شويه. الله يرحمها. صحيح الواد ما جابش ال 5000 جنيه ولا خد يا فخر. لو سمحت خليني اكمل. انا اسف. انا عمري ما اتكلمت جد زي النهارده. احنا غشينا كتير بس جه الوقت اللي لازم نكسب بمجهودنا. انا مش هقول لكم غير كلمه واحده بس، احنا بنلعب باسم المنقوشه. عارفين يعني ايه المنقوشه؟ المنقوشه يعني الجبنه يا ريتاش. المنقوشه يعني الزعتر يا فخر. المنقوشه يعني السجق يا روكا. بس بقى يا اخي جوعتنا، انت هتخلينا ننزل ناكلهم في الملعب. معايا؟ معاك يا سيد. معاك يا سيد. معاك يا سيد. معاك يا سيد. معاك يا ابلة سيد. معاك يا ابلة سيد. معاك. بطلي زن، هخنف اهلك. منقوشه بالجبنه، منقوشه بالفرن، منقوشه منقوشه منقوشه.